Musik FM. Der Wahlmuscher. Just look at that. Did you see the Auf wir, Mickey Mouse, Schuhe weg!
كل التونسيات والتونسيين اللي كلما دعت الضرورة ودعيناهم إلا وكانوا حاضرين. الهدف متاعنا اليوم في هالمشي هذية هالرمزية السلسلة الرمزية هذية اللي وصلنا بها القصبة، فقط هذا باش نقوله لعلي العريض ولمجموعته: فشلتم في الحكم فانجحوا في الرحيل، ارحلوا. اليوم جينا نقولوا لكم بطريقتنا السلمية المعهودة أننا لن يهدأ للتونسيين والتونسيات بال إلا حينما ترحل هذه الحكومة الفاشلة، اللي أن مصلحة البلاد اللي هو مصلحة تونس تقتضي رحيلكم. وبالتالي أنا نتوجه للوطنية والشعور الوطني اللي فيكم أنكم ترعيوا مصلحة البلاد، تنساوا الكراسي، تنساوا السلطة، تنساوا المال وتخموا في تونس. اليوم وضع البلاد خطير ويبدو أنكم ما زلتوا ما كمش واعين بهذا. ما نحبش ندور على كل الناس اللي جاوا من باردو وتحملوا المشقة هذايا باش نقولوا احنا ما. على كل حال نشكر كل التونسيين وكل التونسيات، هذا واجب واجبنا نحن كتونسيين، ولكن من الطرف المقابل ماذا بينا يشعروا حتى هما اللي عندهم واجب على عاتقهم فشلوا في الحكم، ماذا بينا يخرجوا بشوية أناقة ويقولوا هنا سلمنا في الحكم لأننا فشلنا وستكون استحقاقات وربما يعودون الحكم. ولكن إذا واصلوا في التعنت هذا فأنا ربما نقول أن ربما التوانسة سيلفظونهم بصفة نهائية، وقتها يقولوا ويرجعوا ندمين على الفرص اللي كل مرة بكل سلمية نمنح حالهم، وفي كل مرة نقولوا لهم ارحلوا مش بناخذوا بلاصتكم، ماناش انقلابيين، احنا نحبوا مصلحة البلاد، نحبوا اليوم حكومة انقاذ، نحبوا نفتحوا مسار بتاع انقاذ بتاع بلادنا فيما بقي من هذه الشهور، فخذوا هالفرصة هذه وانقذوا بلادنا، شاركونا في انقاذ البلاد. انتم فشلتوا ولكن احنا نحبوا نهزوا هالدرك هذا معاكم. فبالتالي نحب نعدي، مانيش نطول عليكم، فقط نقول اننا ماذا بينا ملتقانا بعد شويه في باردو باش نواصلوا مع بعضنا اعتصامنا اللي سيتواصل، اعتصام الرحيل سيتواصل الى ان ترحل هذه الحكومه ويسقط هذا النظام ونعوضه بالكفاءات التونسيه اللي ستحكم حكم البلاد هذه. وشكرا. صحافه